Le jury, il était d'abord composé de 9 membres, فيهم 2 membres internes ou 7 membres externes. اللي نحب نحييهم الجوري هذوما اللي على خاطر هما بيدهم زاد ضحاوا بيوم عطلتهم نهار الاحد وجاوا بحذانا. الجوري هذوما على راسهم السيد احمد بوزقندة اللي بالفرصه بالمناسبه هذه نحييه ونحيي زاد مدام دوجا غربي وستارق شعبوني ولسعد مزاح وإيهاب التريكي ومحمد بوغريبه وسي كريم حراز اللي معنا سانز هيزيتاسيون جاو باش يقيموا هالمشاريع هذه اللي هي راهو ماهوش من السهل التقييم تاعها على خاطر مشاريع مبنيه على التكنولوجيا على حاجات جديده فهمتني اما هما بالخبره نتاعهم معنا يعطيهم الصحه عاونونا معنا باش نختاروا 3 مشاريع اللي كانت الاحسن بارابور على امباكت ريلاسيون كيليب دونك لي كريتير كيما سالتني قبيله نتاع الاختيار هي لينوفاسيون لا كاليتي لا ديمونستراسيون لسبري ديكيب et l'expérience utilisateur, voilà ce qu'on appelle l'expérience client. Voilà. Donc par rapport لل فرق اللي نجحت ولا اللي تميزت هما الكل راهم 16 فريق هما 16 فريق متميزين وانا نرى اللي 16 فريق هما ربحوا في خاطر تعلموا معنا برشا حاجات في اللي هما ils ont vécu une expérience exceptionnelle هما امنوا برواحهم وجاوا وشاركوا ودافعوا على فكرتهم حاجه مهمه هذا هو دونك الثلاث فرق اللي نجحت واللي تميزت دونك خدموا على le renforcement نتاع الرلاسيون مع البنكه خدموا على الانتيليجنس ارتيفيسيال على الانتيليجنس ايموشنيل خدموا على البيك داتا خدموا على تسهيل التمويل للشركات الصغرى دونك هذوما البلوز موان الشركات اللي المشاريع اللي تم اختيارها وهذا وشفنا معنا وقت اللي ندوروا في السياج وقت اللي هما قاعدين يحضروا في المشاريع نتاعهم شفنا الشباب عنده طاقه شفنا الشباب واعد تحس روحك مكش في سياج نتاع بانكا تحس روحك في لابوراتوار في النعزة ولا فهمتني يعني تسمع كان ديمو تخي تكنيك ديمو سوفيستيكي معنى تحس اللي شباب بتاع تونس شباب واحد وعنده مستقبل دونك افكتيفمون ليتاب سوفونت سي لا فينال اللي هي بتصير نهار 31 ماي وباش يشاركوا فيها هذوما 3 فرق اللي تميزت نحب نقول حاجه راهو الجوري بخلاف 3 فرق اللي تميزت فيو لا كاليتي نتاع لي بريزونسيون وكل شيء قرر باش يعطي un quatrième prix, سميناه le prix coup de cœur, عطاه للفريق اللي حس اللي هو متكامل واللي هو قدم أحسن يعني طريق معنا قام بتقديم بطريقة جيدة ممتازة للغاية. دونك كأربعة فرق اللي توجد وفما 3 فرق هما اللي باش يمشيو للكومبيتيسيون انترناسيونال واللي باش يدخلوا اون كومبيتيسيون افيك ديزيكيب من المغرب ومن كوت ديفوار ومن باريس ومن السنغال. دونك لي زيكيب اللي باش يربحوا في الكومبيتيسيون انترناسيونال باش يتعداو سكون ابل لو ديمو داي دونك باش تمتعوا الساعة بخمسة اسابيع من الانكوباسيون ويتعداو للديمو داي وفي الديمو داي باش يختاروا لي دو تيم ليدر اللي باش يتم احتضانهم في البرنامج العالمي لو بروغرام داكسيليراسيون مونديال لو بلاك بوكس اللي باش يصير في السيليكون فالي المعروفه على الشارع الانترناسيونال سيليكون فالي في الاستاذ فرصه كبيره اليوم هما اكيد نشكروا جميع المشاركين نشكروا لي مامبر دو جوري ونشكروا اي اف ام اللي تبعت المسابقه مازلنا باش نتابعوا تجري بنك في كل مرحلها واللي مازال تتابع افكتيفمون واللي كلنا نهدفوا من المسابقه هذه ان نحثوا الشباب على بعض الشركات وتنمية الاقتصاد نتاع بلادنا وحظ سعيد لثلاث فرق التونسية ربي معهم ثلاثة فرق التونسية نتمنى من كل قلوبنا أنكم أنتم تكونوا من الفايزين في هالمسابقة العالمية هذه إن شاء الله ربي معكم ربي يوفقكم مرسي بوكو سي سفيان الهواري ديريكتور دو كومونيكاسيون تيجري بنك مازلنا نتابعوك ونتابعوا لو أكاتون ونشوفوا وين باش توصل الفرق التونسية في هالمسابقة العالمية هذه وهالبادرة